ملف التجديد بالنسبة للرباع الكبار أحمد فتحي، عاشور، وليد سليمان، إكرامي. في نتائج حتى الآن للملف ده. وليد سليمان تم تأجيل الجلسة مع أحمد فتحي اليوم الأحد، وتاني تأجلت النهاردة بشكل جديد، ولسه مش عارفين الميعاد الجديد هيكون إمتى كمان. ده من خلال تنسيق ما بين أحمد فتحي وسيد عبد الحفيظ، وتحديد ميعاد آخر لجلسة مهمة مع أحمد فتحي لمحاولة لتجديد اللاعب، وفي حرص كبير جدا من اللاعب ومن النادي. أنا عايز أكد على الجزئية دي، لكن الأمور التفاوضية دي بتترك سواء للنادي أو أيضا اللاعب، هم يقدروا يوصلوا للاتفاق في النهاية يعني. لكن الأهم بالنسبة لنا إن الجلسة خلاص اتأجلت بالشكل رسمي، وده اللي أعلنه النادي الأهلي منذ حوالي ساعة ونص من دلوقتي، واللي اتكلم على إن أحمد فتحي الجلسة اللي كان مقرر إن هي تعقد اليوم مع اللاعب تم تأجيلها بسبب طبعا قرارات النادي الأهلي بالأمس، واللي هي خاصة بإغلاق فروع النادي الأهلي الثلاث لحد آخر الشهر بسبب فيروس كورونا ومواجهة هذا الفيروس، وايضا بسبب تواجد احمد فتحي خارج القاهره بيقضي يعني اجازه مع اسرته، فده من ضمن الامور ايضا اللي اجلت هذه الجلسه. لكن يعني اللي عايز اطمن جمهور النادي الاهلي عليه بخصوص احمد فتحي ان اللاعب حابب ان هو يكمل في النادي الاهلي، دي حقيقه يعني. احمد فتحي سيبكم من اي اشاعات بتتقال، سيبكم من اي عروض، بيجي له عروض طبعا، ما حدش يقدر يقول غير كده. لعيب جامد، لعيب كبير، ما حدش يختلف على امكانياته، على روحه في الملعب، على اهميته بالنسبه لاي فريق. فبالتالي كل الانديه الراغبه في الحصول على احمد فتحي هم عندهم حق في كده، واللاعب عنده حق ان هو يسمع للعروض لو هو عايز يسمع للعروض. لكن في كل الاحوال هو نفسه انه يخلص حياته الكرويه مع النادي الاهلي، ينهي مسيرته مع الفريق باذن الله. ده هيحصل، لكن احنا في انتظار طبعا التفاوض بخصوص تجديد عقد اللاعب، وده هيحصل لاحقا باذن الله تعالى. لسه ما تحددش ميعاد جديد للجلسه، بخلاف طبعا حسام عاشور واللي احنا تابعنا اخبارهم وقلناها امبارح، واللي تم الاستقرار على الموافقه على الرحيل شريف اكرامي، وتم الاستقرار على عدم التجديد لرمز من رموز النادي الاهلي في الحياه وهو حسام عاشور، اللي اكيد نتمنى له التوفيق في اي قرار هياخده خلال الفتره اللي جايه. واتكلمنا باستفاضه في الجزئيه دي بالتحديد في حلقه امبارح من كلام في الميديا. طيب